الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فإن الأمم المتحضرة والدول الراقية هي التي تجعل من الحفاظ على الآداب العامة منهج حياة، ولا تعد هذه الآداب من نافلة القول أو على هامش حياتها. الآداب العامة لا تنفك عن منظومة القيم الأخلاقية والإنسانية، من النظام والنظافة والاحترام المتبادل والشهامة والمروءة والنبل واحترام الكبير والحنو على الصغير وتقدير المرأة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على الطرقات والمناطق العامة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب عباد الله إلى الله؟ من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. ولما مر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على جماعة وقد أوقدوا نارا وأراد أن يسلم عليهم، قال في أدب ورقي وتخير للفظة الكريمة: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أصحاب النار، خروجا من أصحاب النار إلى أهل الضوء. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. ومن الأداب العامة الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، على نظافة الطرقات، الحدائق، المدارس، جامعات، الأندية، طرقات، أفنية البيوت، لا أن يؤذي بعضنا بعضا فيلقي بقمامته من نافذة غرفته أو بيته على جاره أو على الطريق العام أو على مساقط الضوء بالمنازل أو على أماكن المياه أو في الطرقات العامة. حق الطريق أن تكف الأذى عنه، لا أن تدفع الأذى إليه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة من الإيمان. وأن تكف الأذى عن الطريق صدقة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة لشجرة كانت على ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس فقطعها. وذكر آخر وجد غصن شوك على جانب الطريق فنحاه، فشكر الله له فغفر له. ودعانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعنى بتطهير أفنيتنا، فقال: طهروا أفنيتكم. وكانت عجوز على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقم المسجد، أي تجمع منه القمامة أو ما يتناصر به. فلما ماتت لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموتها، كأنهم استقلوا أمرها أن يخبروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا: إنها ماتت. فأتى قبرها ثم صلى عليه ثم دعا لها إكراما لما كانت تقوم به من نظافة المسجد، فنظافة الطرقات والحدائق والأماكن العامة. هذا من صميم الإسلام ومن الذوق العام، ألا تؤذي أحدا في مشاعره. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساء من سخط الله عليه، يهوي بها في النار بعد السرية. الذوق العام، أن يعين بعضنا بعضا، أن نعيد القيم، أن نعيد المروءة، أن نستعيد قيم المروءة والشهامة والنبل وإكرام المرأة وإكرام الكبير والحنو على الصغير وتقدير الكبير وتقدير العالم. كل هذه الأداب ترقى بها المجتمعات، ونحافظ على النظام ويحترم بعضنا بعضا
ويقدر بعضنا بعضا، ولا يتنمى بعضنا ببعض، ولا يسخر بعضنا من بعض، ولا يكيد بعضنا لبعض. هذه أداب الرقي، هذه أداب التقدم، هذه أخلاق الإسلام. نسأل الله أن يهديني لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.